حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. المانيا وسويسرا الى ربع نهائي كاس امم اوروبا بعد مباراتي الثمن النهائي التي جرت البارحه وافرزت نتيجتين بالتقريب منطقيتين في سيناريوهين كان متوقعين من طرف الكثير من المتتبعين لشؤون الكره الاوروبيه عموما. سويسرا لاول مره تفوز على إيطاليا منذ 31 سنة، منذ 3 عقود من الزمن تفوز سويسرا على إيطاليا بهدفين مقابل صفر وتتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي. سويسرا كانت متميزة، كانت أفضل بكثير من كل الجوانب الفردية والجماعية البدنية والفنية والتكتيكية، كانت متميزة جداً. الهدف الثاني الذي سجله المنتخب السويسري في بداية الشوط الثاني كان له وزن كبير وتأثير كبير على السويسريين إيجابيا وعلى الإيطاليين سلبيا، وهذا ما قاله المدرب لوشيانو سباليتي عند نهاية المباراة. قال بأنه الهدف الثاني المبكر أثر علينا، وأضاف قائلا بأن هذه البطولة الفارق صنع فيها من الناحية البدنية، قال بأنه كنا ناقصين رتم وكنا ناقصين حيوية بدنية، لذلك لم نتمكن من أداء مباريات في المستوى في هذه البطولة. والتأهل الثاني إذا لسويسرا هي الخسارة، مش غريبة، الخسارة العادية والطبيعية والمنطقية لمنتخب إيطالي ضعيف جدا. أعتقد بأنه هو أسوأ منتخب إيطالي على الأقل شاهدته أنا، وأسوأ منتخب إيطالي في بطولات كبرى منذ سنوات طويلة جدا من كل الجوانب. كان ضعيف المنتخب الإيطالي، عجبتني فقرة كتبها واحد من الزملاء الصحفيين على حسابه في فيسبوك، قال بأنه منتخب الإيطالي اللي كان يحمل الرقم 10 ريفيرا وروبرتو باجيو وأليساندرو ديل بيرو وفرانشيسكو توتي صار يحملها بيليغريني. احتراماتنا لبيليغريني، ولكن ليس في مستوى كل هؤلاء اللاعبين الذين ذكرتهم، ولا في مستوى الرقم 10 في حد ذاته، سواء كان بألوان قميص إيطاليا أو بألوان منتخبات أخرى. وسائل الإعلام الإيطالية البارحة مساء واليوم صباحا اعترفت كلها في مجملها، أي نعم انتقدت سباليتي، انتقدت اللاعبين، وفيه من تفهم ولم يحمل المسؤولية للاعبين، شوية حملوها للمدرب، ولكن اعترفوا في نهاية المطاف بأن منتخب بلادهم ضعيف. لكن الغريب في الأمر هو أنه تتكلم على بطل الدورة السابقة، والدورة السابقة عندها 3 سنوات فقط، يعني مش حتى 4 سنوات، ولا مش سنوات طويلة جدا. غريب أنه الأمر يتغير بهكذا الشكل ويصل إلى هذه الدرجة من الضعف بالنسبة للمنتخب الإيطالي. مش عارف إذا كلمة ضعف هي أقوى من كلمة منتخب تعيس أم لا، ولكن أعتقد بأنه إيطاليا يجمع بين الضعف ويجمع بين التعاسة في هذه البطولة، وخرج حامل اللقب أمام سويسرا المنظمة الرائعة جدا، تأهلت إلى الدور ربع النهائي مثلما تأهل منتخب ألمانيا كما كان منتظر. ولكن في سيناريو المباراة وين كنا وين صرنا، المباراة التي أولا توقفت بسبب عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تهطلت، توقفت لبضعة دقائق بقرار من حكم المباراة حفاظا على سلامة اللاعبين، وهذه المرة الثانية التي يحدث في هذا الأمر في ملعب دورتموند. قبل العاصفة كان الألمان سيادة المباراة، في الدقائق القليلة لما بعد العاصفة الدنماركيون رجعوا، ولكن انتهى الشوط الأول بصفر مقابل صفر. وفي الشوط الثاني تغير كل شيء في رمش التعيين، دنمارك كانت متفوقة، حكم رفض لهم الهدف بالعودة إلى الفار، ثواني بعد ذلك ركلة جزاء منطقية طبعا يسجل المنتخب الألماني بفضل كاي هافيرتس، ثم يعود في المباراة ويسجل هدف ثاني. كان بإمكان النتيجة تكون أثقل، أعتقد بأنه بالإضافة لكل الإيجابيات والعوامل التي تفرق بين ألمانيا والدنمارك، العامل البدني كان له دور كبير جدا. شفنا منتخب دنماركي تعب بدنيا بشكل كبير، كان واقف مليح في الشوط الأول، وبعدين نهار في الشوط الثاني من ناحية البدنية ألمانيا
تأهلت إلى الدور الربع النهائي. اليوم ستتعرف ألمانيا وتتعرف سويسرا عمن سيواجهان في المباراتين الربع النهائيتين. إيطاليا ستنتظر الفائز من إنجلترا وسلوفاكيا، وألمانيا ستنتظر الفائز من إسبانيا وجورجيا. ألمانيا إسبانيا ستكون بمثابة نهائي قبل الأوان هذه البطولة للأسف الشديد، لأنه جاءوا في نفس المسار رفقة فرنسا وكذلك البرتغال. الجهة اللي فيها إنجلترا تبدو في طريق مفتوح، مش بالضرورة لإنجلترا، ولكن المفاجأة تبقى واردة سواء تصنعها سويسرا أو تصنعها النمسا أو تصنعها تركيا. أنا أتصور بأننا سنصل إلى مباراة نهائية بين منتخب عالمي من المرشحين للتتويج باللقب، سواء كان إنجلترا، سواء كان إسبانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو البرتغال، في مواجهة إنجلترا بدرجة قليلة، لأنه إنجلترا لا تختلف كثيرا عن إيطاليا من حيث التعاسة في هذه البطولة. فهل سنشهد مفاجأة مثل تلك المفاجأة التي أحدثها اليونان في 2004، وقبلها الدنمارك، وقبلها هولندا في سنة 1992، وألمانيا في هولندا في سنة 1988؟ ما يعاب هذه البطولة ألمانيا وما أدراك أنه العاصفة لا تعاب عليهم. أمر طبيعي أنه حدثت العاصفة في مباراتين في مدينة دورتموند، لكن شفنا عمليات بدائية في تصفية المياه وتنقية أرضية الميدان من المياه، ولكن كانت فيه شكايات من أمور في بلدان أخرى تكون لا تذكر تماما ولا تحدث، مثل مشاكل النقل على مستوى المنتخبات، مش النقل على مستوى المناصرين ولكن على مستوى المنتخبات. الفرنسيون اشتكوا من الباص الذي ينقلهم من الملعب إلى من الفندق إلى الملعب بأنه قديم. البلجيكيون اشتكوا كذلك من تأخر وصول باصهم في المباراة الأخيرة إلى الملعب، حتى أنه مدرب لم يكن لديه الوقت الكافي للحديث للاعبين في غرف الملابس ولا لتسخين العضلات، لأنه قلوا بأنه من الفندق إلى الملعب الفترة كانت ساعة من الزمن، رغم أن المسافة لم تكن طويلة. هذا يضاف طبعا إلى ما فعله اليوتيوبر المزور الذي اخترق الطوق الأمني في يوم الافتتاح ودخل إلى أرضية الميدان وتصور، واتضح بأنه يوتيوبر مزور، بالإضافة إلى بطء الإسعاف في عندما سقط لاعب مجري، بطء دخول الإسعاف إلى أرضية الميدان لمعالجته. هذه جزئيات وتفاصيل لو تحدث عندنا تقوم عليها القيامة، ولكن لما تحدث في ألمانيا تمرمر الكرام عند عامة الناس، عند الكثير. لذلك من واجبنا ومن دورنا أننا نلفت النظر إليها، لأنها مؤثرة على بطولة ينظمها بلد متعود على تنظيم الأحداث الكبرى في أوروبا. المهم أنه الجانب الفني يبقى فيه الأبواب مفتوحة على كل المنتخبات. تبقى المفاجأة الكبرى هي خروج كرواتيا في الدور الأول، ما خروج إيطاليا فليس مفاجأة، بل جماهير إيطالية والجماهير العاشقة لإيطاليا تخلصت من إيطاليا ومن هموم إيطاليا ومحاين إيطاليا والضغط الذي تخلفه إيطاليا. شكرا لكم والسلام.